انا ضد تعديل المادة المتعلقة بالمدة الرئاسية لانها من ابرز ما انتجته ثورة 25 يناير و30 يونيو، ومش من الصحيح ان ده يكون المدخل الرئيسي للحديث حول تعديل الدستور، وانما تعديل الدستور انا وانا منظوري في هذا التعديل هو التجربة اللي بتكلم عليها ومصلحة تدعيم النظام السياسي في ان يصل الى افضل ما لديه. لكن بعتقد واحنا بنتكلم هنا على المادة او المدة الرئاسية ما بنتكلمش على اشخاص، يعني ما بنتكلمش على رئيس سيسي، لكن بنتكلم على رؤساء اخرين من الممكن ان يأتوا بعد ذلك، ومدة الست سنوات ممكن تكون مدة طويلة بالنسبة لبعض اللي ممكن يأتي ويكون غير موفق في أدائه، وبالتالي مدة ست سنين او 12 سنة دي ممكن تبقى مدة طويلة جدا، يعني تنعكس بالضرر على الدولة او الشعب. فانا بعتقد انه مدخل التعديل كان مدخلا خاطئا، وتم تسييس المسألة وتحول الامر الى صراع سياسي بعيدا عن فكرة الحوار المجتمعي اللي لازم يكون قائم على المصلحة العليا للدولة في اي تعديلات بدعم فيها النظام السياسي للدولة والنظام الديمقراطي.